الفيديو بدو قهوة أو شاي. Actually رح أعمل شاي في الساعة 7 بالليل. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. كيفكن؟ Let's go somewhere where the lighting is good. حديثنا طويل شوي. Guys ما بعرف كيف بلش ولا ما بعرف كيف بلش. أوكي بعدني ظاهرة من الحمام فشعري بس منوبر بس. اوكي صرت مصورته لهالفيديو 3 مرات لانه ما عم بعرف احكي. كل ما حط بلاي بطل اعرف من وين بلش، بطل اعرف شو خبر، بطل اعرف شو احكي. فخلص رح شد حالي وهذا هو الفيديو اللي رح يكون مزبوط. اوكي رح بلش من الاول، رح خبركم كل شيء. اذا صار لكم فتره متابعيني يعني انتم حضرتوني ايام فلوجمس، يعني الفتره وقت كريسمس اللي كنت انا انزل فيها كل يوم كل يوم فيديوز على يوتيوب. وإذا كنتوا عم تحضروني كل يوم كنتوا بتعرفوا شو السيتويشن أنا فيها. كنت بعدين مبلشة شغل جديد ماركتينج بلبنان، وإنه كنت مرتاحة وكنت مبسوطة وإنه كانت عم بأسس حالي هون. And then كمان إذا كنتوا متابعيني بهالفترة بتعرفوا أنا اضطريت وقف فلوجمس لأنه طلع لي كوفيد. وقتها طلع لي كوفيد اضطريت أقعد جمعتين بالبيت. هول الجمعتين كثير خلوني بلش فكر بشغلة اللي هي إنه ما كانت مبسوطة. ما كنت عارفه ان ما كنت مبسوطه لان كنت معجوقه يوتيوب انستغرام سوشيال ميديا شغل جديد كريسماس جيتينج جيفتس ما بعرف. كنت كثير معجوقه بكثير قصص وما كنت عن جد عم بقعد وفكر مزبوط اذا انا مبسوطه او لا، او انه اذا اتس كومفورتبل ام كومفورتبل يعني انا مرتاحه او اذا انا مبسوطه. وقتها عن جد قعدت وما كان عندي شيء بقى لهينه وما عندي شيء بقى افكر فيه وقت كوفيد، اكتشفت انه لا انا ان فاكت ما كنت مبسوطه، انا كنت مرتاحه. وكنت كل حياتي بعيش بال one quote دائما بعيش وبفكر فيه، واذا هالكوت ما بيطبق على حياتي كنت غير حياتي على هالاساس. وهذا الكوت كان انه if your dreams don't scare you then they're not big enough. يعني إذا أحلامكم ما عم بخوفوكم يعني ليه منن كبار إنف لازم تغيرون، مش لازم تغيرون بس إنه فهمت قصدي. طلعت هيك وحسيت إنه my dreams were not scaring me و they weren't big enough. كأنه وقفت أحلم، كأنه وقفت كبر طموحي، ووقفت فكر بزيت الطريقة اللي كنت فكر فيها قبل من وراء الوضع. أكيد كلنا حطينا بهالموقف، بس إنه أنا it took me sitting at home لجمعتين تا لاحظ إنه لازم اعمل شيء. فبهالفتره حكيت رفيقه عايش بنيويورك وبيشتغل بشركه بنيويورك مع انه ما عنده ولا جنسيه ودرس بلبنان، عمل ديجري بلبنان تبعه وبيشتغل بشركه كثير مهمه بنيويورك مع انه ما عنده جنسيه ودرس اول فتره بلبنان. فكثير كنت انترستد وقتها، كنت انه بس عم جرب افهم انه شو السيستم، انه كيف بدي اوصل للمحلات اللي انا بدي اوصل لها. وهيك بيفسر لي هو انه كتير قليل حدا يقدر يطلع له شغل بامريكا اذا ما عنده شهاده من امريكا او اذا ما عنده الباسبور، لانه هنيك الشركات لازم يعملوا لكم سبونسرشيب. اوكي ما حفسر لكم على قد شو، بس لازم يعملوا لكم سبونسرشيب وقليل يقدروا يعملوا سبونسرشيب لاجانب، شيء مثل اللوتو يعني بالحظ، يعني مش انه if you deserve it او لا. اذا بيهمكم تعرفوا اكثر على هالشيء كومنت داون بلو، بقدر افسر لكم على قد اذا هذا الشيء بيهمكم، لانه انا اخذتني وقت افهم. ففسر لي هو انه تقدر يوصل على المرتبه اللي هلا هو قدر يوصل له والمحل اللي هو قدر يوصل له، راح عمل ماسترز بامريكا. هلا obviously انا قبل بفتره I considered يطلع لي ماسترز بامريكا، I considered انه يطلع لي شهاده ثانيه من هونيك، بس ما بعرف ليه وقتها هو فسر لي اياها. وقتها شفت هو قد ايه مرتاح ومبسوط ومقلع هونيك، it was different، كانه في شيء ذات كليكت براسي. فهيدا كانت بديسمبر، وهيدا وقتها أنا بلشت الريسيرش على الماسترز بأمريكا. صرتوا تعرفوا وين رايح الفيديو، لدرجة يعني كل هول صاروا وأنا كان بدي نزل كونتنت بذات الوقت، بس بذات الوقت ما بدي أحكي عن شو عم بيصير لأنه ما كنت أكيد أنه حتقدر تصير، خاصة مع الوضع ومع كل شيء عم بيصير ما كنت أكيد أنه حقدر روح. بس هلأ لأنه كل شيء صار أكيد وكل شيء صار for sure مؤكد، صار فيني اخبركم كل شيء. anyways بلا ما نسبق خلينا نرجع شوي لورا.
فهذا الشهر انا اخذت بارت تايم بالشغل، يعني كنت بدل ما اخلص على الساعه 5:30 كنت عم بخلص على الساعه 3، وكنت ورك فروم هوم، لانه البروسيس تتقدمه على جامعات بامريكا جايز عن جد شيء مخيف، شيء مليون شغله لازم تفكروا فيها، لازم تقدموا GRE، لازم تقدموا TOEFL، لازم تكتبوا statements of purpose. كل جامعة لها requirements different. كان في جامعة قدمت عليها كان بدأ technical report، يعني شيء خاص بالengineering، وبدك بدكم تنبشوا على الماسترز المزبوط اللي انتو بدكم، يا ما فيكم تروحوا تعملوا حياة لماسترز، بدكم تعرفوا بعد 5 سنين انتو وين حتكونوا، على قد 5 سنين كرمال تعرفوا اي ماسترز تعملوه وكيف بده يوصلكم، واي منطقة بدكم تدرسوا فيها، واي جامعة بدكم تدرسوا فيها، واي جامعة قادرين تدفعوا لها قسطة، وعلاماتكم من بيقدروا يوصلوكم، سبيكم من بيقدروا يوصلوكم. Guys, this is 1% of كل شيء. يعني أنا هلأ عم بقولهم هيك، بس خيالوا أنه أنتوا هلأ عن جد ما في مين يساعدكم بلبنان، ما في orientation، ما بيساعدوكم يجربوا يدلوكم أو أنه يوصلوكم على المحل اللي أنتوا بدكم توصلوه، حتى بقلب لبنان ما بيعرفوا يوصلوكم. فكنت لحالة، وكانت من أخوف الأساس اللي بعملهم ومن أصعب الأساس اللي بعملهم بكل حياتي. عن جد ما تستهينوا، بركة إذا أنتوا عملتوها وفليتوا حتحسوا أنه شو هيدا شو عم تحكي، بس عن جد أنه مش هين، لأنه كان عندي شهر تقدم كل الفحوصات، تقدم كل الوراق، وتأكتب كل البرسنال ستيتمنت تبعي كرمال أقدر أقدم على جامعات برا. بهالشهر كمان كان لازم نقل الماسترز اللي بدي أعمله، فكتير كتير كتير كان فيه ضياع، كتير كان فيه بكي هيدا الشهر، كتير كان فيه عن جد anxiety. صرت أكلت كتير guys، يعني I gained a lot of weight. I was not comfortable at all. ما كنت مبسوطة. Social media كان عم بيعمل لي anxiety زيادة، إنه ما عم نزل على يوتيوب، ما عم نزل على انستغرام، مع إنه هيدا الشيء قدم تاني شيء عم بعمله بركة منه as important. ف كتير فكرت وكتير عملت self evaluation. أوكي ثانية. واكتشفت إنه اشتقت كتير للإنجنييرينج. للي منكم ما بيعرف، أنا درست هندسة ميكانيك بالجامعة، يعني ميكانيكال إنجينيرينج، ورجعت هلأ عم بشتغل in marketing. فجربت فكر إنه أوكي خيبك ما بعرف أنا بعد 5 سنين شو رح أكون عم بشتغل، بس اللي أكيد منه إنه أنا كتير اشتقت للإنجينيرينج وكتير حبيت الماركتينج، فبدي أجرب لي إشي أقدر أجمع اثنيناتهم. فأول شغلة فكرت فيها هي MBA، بس MBA it's different, it's very expensive وكتير specific track. هون اكتشفت a master's اللي هو اسمه master's in engineering management، وهذا هو الماسترز اللي ended up applying for. ما بعرف anyways، راح على امريكا لازم اتعلم احكي انجليزي احسن. لانه هو هالماسترز مثل الام بي اي، بس لتلميذ الانجينيرينج اللي بدهم ينقلوا على المانجمنت، وبقلب المانجمنت في كذا كورسز مثل law marketing، اي law للي بيعرف انا كنت اقدم على law school، مثل law marketing management or غير محلات مثلا consulting اللي هي one of my options etc etc. ما في صار عم بقول etc كتير مزعجة، عجرب بقول غير شيء and so forth وهيك رح يصير قولوا هيك instead. basically هذا الماسترز هو kind of transition literally كأنه نعمل لقلي هالماسترز التلميذة engineering بدأ تنقل على الworld of management. فوقتها قدمت على 4 جامعات، ما حقلكن شي عنهم للجامعات اللي قدمت عليهم، ما حقلكن من انقبلت وكيف انقبلت ولا شي، لأن the next video is gonna be me reacting to my college decisions. وهيدا الفيديو guys كل ما احضره بلش ابكي، قد ما عن جد it was such a genuine reaction. كنت كتير عم جد I was feeling so many emotions بلاحظتها أنا عم بكتشف الجامعات I was declined، ما انقبلت فيهم والجامعات اللي انقبلت فيهم والضياع. anyways اخرتها ما حطول هالفيديو. أنا فالي على أمريكا بأغسط، يعني بأب أول أب أنا حفل، وصار لي 3 شهور أكتر، صار لي oh my god صار لي 4 أشهر عم بشتغل على الموضوع، صار لي 4 أشهر عم بحلم أقعد وصور هيدا الفيديو، لأن هيدا الفيديو kind of it's making it real. بعدني ما عم صدق إنه هيدا حقيقة، هيدا مش حلم، ما عم صدق كيف كل شيء صار كتير بسرعة.
فانا هلا بس مبسوطه انه عم خبركم وانه هيدا الشيء تحقق، هيدا حلمي بلشت وصل له، و I can't wait صور كل الترانزيشن تبعي، I can't wait صور كل شيء حيصير معي وقت اروح. هلا في كذا شغله اكيد مخوفيني kind of، وهولي كمان هحكي عنهم بغير فيديو، لان انا اول مره رحت على امريكا صار معي كذا تروما، وعم شوف سايكولوجيست هلا، وانا صرت احسن بكثير باي ذا واي، بطلت متضايقه مثل قبل، عم شوف سايكولوجيست يعني بسيكولوج، ونصحتني انه احكي عن التروما اللي صار معي، هن كذا تروما، فحيكونوا هولي فيديو لحالهم. وكمان بلشت رجعت على الرياضه، وصرت مرتاحة أكتر بكتير بجسمي، بماي mental health، بصحتي النفسية، و I'm so much better. يعني هيدا الفيديو هيدا اليوم، أنا اليوم كلوية تبع اليوم صار لي 4 أشهر عم بحلم وصل على هيدا المحل اللي أنا هلأ فيه. بس في بعد آخر شغلة قبل ما يخلص الفيديو، اللي هي أنه أنا نحن هلأ بماي، وماي هو آخر شهر لإلي بالشغل، و this is so emotional لإلي، لأنه بعدني بتذكر أول نهار شغل وقت I vlog إنه نازلة على الشغل وهيك، وبعدني بتذكر كل ال experiences الجديد اللي قطعتيهم بالشغل، و it's crazy أفكر إنه بعد عندي شهر بس وفالة. فهيدا الشهر لأنه عندي الشغل ومضغوطة شوي ما حكون عم بقدر صور قد ما أنا بدي، فإنه don't expect me يكون رجع 100% 100% على يوتيوب، بس أنا I'm back. و من بعد ما حيكون في كتير فيديوز وكذا فيرويل وكذا شغلة بدي أعملها بلبنان قبل ما فل، حكون عم صورهم كلهم. فهيدا هو الفيديو، stay tuned على الفيديو رح ينزل دغري من بعد هيدا، اللي هو أنا reacting to my college decisions، بركي مش دغري دغري، بركي the next day تأكدتوا لحقتوا تحضروا هالفيديو أنتو، و بحبكن كتير، I'm so happy. ما تنسوا تعملوا لايك، مجبورين تعملوا لايك على الفيديو guys كمان، وعملوا لي subscribe تتشوفوا الجيرني تبعي، و ما تنسوا تعملوا كومنت لأنه بتعرفوني كتير بحب الكومنت. See you in the next one. Bye.